الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعونا من الميدان من تلفزيون مستقبل وفي العناوين. سنبقى حراسا لهذا الهيكل، سنبقى في موقع محافظتنا على هذه الأمانة بكل ما أعطانا الله من قوة. سلام يؤكد انعقاد جلسة الحكومة غدا ويقول نحن وسط أزمة سياسية مستفحلة وعلى الجميع وعي المخاطر التي تواجهنا. قررنا حضور جلسة مجلس الوزراء غدا بصرف النظر عن موقف أي تكتل سياسي آخر. مواقف تشدد على ضرورة عدم شل عمل مجلس الوزراء، وبر يؤكد لسلام حضور وزرائه جلسة الغد. قوات تركية وفصائل من الجيش الحر تتوغل في الأراضي السورية ضمن عملية درع الفرات لطرد داعش من جرابلس. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد. تراجع الليرة التركية أمام الدولار أكثر من 2%. وفي الرياضة، الأردن تحتفل بعودة البطل الأولمبي أحمد أبو غوش بعد إحرازه ميدالية ذهبية تاريخية. غداة إعلان التيار الوطني الحر مقاطعة وزرائه جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم غد، لفت الانتباه زيارة وزير حزب الله محمد فنيش إلى السراي الحكومي، وإعلانه بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام أن الحزب يتمنى على الرئيس سلام تأجيل جلسة الغد لإعطاء فرصة للاتصالات ومحاولة إيجاد مخارج. وفيما نقل عن فنيش، نقل فنيش عن الرئيس سلام دعمه انعقاد الجلسة كي لا تذهب الأمور باتجاه تجاوز غياب وزراء التيار الوطني الحر. كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يتلقى خلال لقاء الأربعاء النيابي اتصالا من الرئيس سلام أكد له خلاله بري موقف كتلة التنمية والتحرير بحضور جلسة مجلس الوزراء غدا، وكان الرأي موحدا أن يستأخر اتخاذ أي قرار يتسم بالأهمية في هذه الجلسة على أن يهدينا الله جميعا للجلسة المقبلة. البداية بين السراي، فقد نقل الوزير محمد فنيش عن الرئيس تمام سلام مضيه بعقد جلسة مجلس الوزراء الخميس، فيما شدد سلام خلال احتفال تربوي في السراي على أنه مستمر بتحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد. كل المعطيات تشير إلى أن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ماض بعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس على الرغم من محاولة التعطيل العودي. الرئيس سلام سوف يتابع تحمل مسؤولياته لأن البلاد لا تحتمل المزيد من التأزيم، هذا ما أكده في كلمته التي ألقاها خلال رعايته الاحتفال الذي أقامه المجلس الوطني للبحوث العلمية في السراي الكبير لتكريم المتفوقين في شهادة الثانوية العامة في حضور وزير التربية والتعليم العالي الياس مصعب ورئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري. الرئيس سلام نوه بجهود كل من بوصعب والحريري لتطوير التعليم في لبنان. نحن من واجباتنا على الرغم من كل تلك العواصف أن نحصن هذا الوضع الداخلي، وأنا من جهتي ثابرت وما زلت بالتعاون مع كثير من إخواني في المسؤولية للحفاظ على ما بين أيدينا من أمانة. نعم، نحن سنبقى حراسا لهذا الهيكل، سنبقى في موقع محافظتنا على هذه الأمانة بكل ما أعطانا الله من قوة. لن نتراجع، لن نضعف، لن نسقط أمام هذا التحدي، ولكن كما هو معروف يد واحدة لا تصفق. المطلوب من الجميع أن يدركوا ويعوا المخاطر التي تواجهنا. من ناحيته أكد أبو صعب أن حكمة الرئيس سلام قد أنقذت البلاد من مآزق عدة. وكل بيحكي عن صبر دولة رئيس مجلس الوزراء وبقول له أنا دولة الرئيس، كلنا شركاء بهالوطن وكلنا بدنا مصلحة لبنان، إنما لازم نعرف أنه الشراكة بتبلش من قبول بعضنا البعض وتقبل هواجسنا، مش بتخطي رأي فريق معين، لأنه هي بتؤدي لأزمة. وبعد لقائه الرئيس سلام
دعا وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس لإعطاء فرصة للاتصالات ولمحاولة إيجاد مخارج. وعن موقف سلام قال فنيش إن الرئيس يدعم انعقاد الجلسة وسيكون حريصا في إدارتها كي لا تذهب الأمور باتجاه تجاوز غياب وزراء تكتل التغيير والإصلاح. ولفت إلى أن حزب الله لم يأخذ القرار بمقاطعة الجلسة حتى الساعة. تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بر اتصالا من رئيس الحكومة تمام سلام وأبلغه موقف كتلة التحرير والتنمية بحضور جلسة مجلس الوزراء غدا. وأشارت مصادر نيابية إلى أن لقاء الأربعاء النيابي تناول موضوع الحكومة، حيث أكد الرئيس بر أنه مع استمرار عملها وليس مقاطعتها. موحدا كان الرأي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام في أن يستأخر اتخاذ أي قرار يتسم بالأهمية في جلسة مجلس الوزراء غدا، على أن يهدينا الله جميعا للجلسة المقبلة. هذا الموقف جاء خلال اتصال تلقاه الرئيس بري خلال لقاء الأربعاء النيابي من الرئيس سلام، حيث أكد بري موقف كتلة التنمية والتحرير بحضور الجلسة يوم الخميس. الاتصالات مستمرة لما في مصلحة الجميع، مصلحة استمرار عمل الحكومة ولو بشكل بطيء ولو بعدم إنتاجية وجود الحكومة أفضل من عدم وجود الحكومة اليوم. يعني تعطى جلسة بدون قرار؟ يعني حاليا الاتصالات مستمرة على كل الصعد لما في المصلحة الوطنية ومصلحة استمرار عمل المؤسسات. ألافت في لقاء الأربعاء أن النواب الذين حضروا إلى اللقاء غادروا معتصمين بالصمت باستثناء النائب قاسم هاشم. عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان غرد عبر حسابه على تويتر قائلا: سقطت ورقة التين عن مدعي الحرص على المسيحيين والميثاقية، وجلسة الخميس إعلان وسابقة خطيرة سنعمل بموجبها. طالب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد رئيس الحكومة تمام سلام بتأجيل موعد الجلسة المقررة غدا، وقال إن هذه الدعوة جاءت انطلاقا من الحرص على ضرورة إحاطة عمل مجلس الوزراء بمناخات الشراكة الإيجابية بين كل مكوناته، وخصوصا في هذه المرحلة، وإفساحا في المجال أمام الاتصالات والمشاورات بين مختلف مكونات الحكومة لتلافي بعض الالتباسات والمعوقات. انتقد اللقاء التشاوري المواقف التي تهدد انعقاد مجلس الوزراء غدا، معتبرا بعد اجتماع له برئاسة الرئيس ميشيل سليمان أن البلد يحتاج إلى اتخاذ قرارات تتعلق بمصيره، رافضا أي تعطيل لعمل المؤسسات الدستورية. أكد اللقاء التشاوري أنه سيشارك في جلسة الحكومة يوم الخميس منتقدا بعض المواقف التي تهدد انعقاد مجلس الوزراء. اللقاء وبعد اجتماع له برئاسة الرئيس ميشيل سليمان رفض أي تعطيل لعمل المؤسسات الدستورية، مؤكدا أن عدم وجود رئيس جمهورية هو السبب الأساسي في تعطيل كل القرارات. قررنا حضور جلسة مجلس الوزراء غدا بصرف النظر عن موقف أي تكتل سياسي آخر. شغلة تانية اللي أكدناها أنه لا يمكن التحجج بأي حجة للقول بأنه يجب تعطيل قرارات مجلس الوزراء، لأنه نحن نعتبر التعطيل الأساسي اللي هو أدى إلى وضع البلاد في هذه الحالة المزرية هو عدم انتخاب رئيس جمهورية وتعطيل انتخابات رئيس جمهورية. ونحن منحمل مسؤولية وصول البلاد إلى هذه الحالة كل القوى السياسية اللي عم تعطل رئيس الجمهورية. اللقاء اطلع من وزير الدفاع سمير مقبل على حاجات المؤسسة العسكرية والحاجة لأن تكون هذه المؤسسة قادرة على القيام بمهماتها والاستحقاقات التي تواجهها. نحن طلبنا وزير الدفاع بوجوب اتخاذ القرارات الملائمة أو اتخاذ المواقف الملائمة تمجلس وزراء يتعاطى مع هذه القضية بالشكل الملائم، لأنه نحن نعتبر أنه فينا نلعب بكل شيء إلا بأمن البلد وإلا بالمؤسسة العسكرية اللي هي بتشكل الضمان الأكيدي لاستمرار البلد وأمن المواطنين، وكل تلاعب بهذا الأمر سيؤدي بالنتيجة لدفع البلد نحو هاوية الانفجار الأمني اللي نحن طبعا بنتهدد مستقبل لبنان ووجوده. من ناحية أخرى، عرض سليمان للأوضاع السياسية مع النائب عمار حوري ورئيس حركة التغيير إلي محفوظ. في موضوع آخر، اعتبر رئيس اللقاء الديمقراطي أن في لبنان جوقات تتحكم به، ف
فغرد عبر تويتر ساخرا: لم تكترث جوقة حسب الله في الأوساط الحكومية والرسمية باغتيال خالد جبارة. وأضاف: جوقة عبد المنعم يوسف، جوقة التمديد المبرر وغير المبرر، جوقة تعطيل انتخاب الرئيس وتعطيل مجلس الوزراء وتابع، كما أن هناك جوقة منوعة ومتنوعة من كل حدب وصوب كان ينقصها عامل الحماية، فهبت حماة الديار ودق يا مزيكا. من جهته استغرب النائب محمد كبار الصمت المريب لكثير من المسؤولين اللبنانيين عن حركة حماة الديار التي وجدت من أجل إشعال الفتنة بين مكونات المجتمع اللبناني، مثنيا على خطوة وزير الداخلية بإعداد ملف أمني وقانوني وعرضه على مجلس الوزراء لسحب الترخيص من هذه الحركة المشبوهة. وقال كبار في تصريح إن حركة حماة الديار هي نسخة من الحشد الشعبي في العراق ومن شبيحة النظام السوري، وهي أداة فتنة، لذا يجب على الدولة اللبنانية مواجهتها وحلها وسحب الترخيص منها درءا للفتنة ومنعا لسفك الدماء، خصوصا أن إشكالات عدة تسببت فيها هذه الحركة وأن استمرارها قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. أمنيا في صيدا، سلم كل من اللبناني شادي السوسي والفلسطيني محمد بسام عمر نفسيهما إلى مخابرات الجيش في الجنوب، كما سلمت قيادة الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة كل من الفلسطينيين طعان زهير سلامي ومحمود أحمد خليل إلى المخابرات، وهما مطلوبان بمذكرات توقيف بتهمة القيام بأعمال شغب وإطلاق نار. بدوره سلم قائد القوى الأمنية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح الفلسطيني هشام المقدح إلى مخابرات الجيش لإنهاء ملفه الأمني. في بلدة جبعة غربي بعلبك سقطت طائرة استطلاع تابعة للجيش اللبناني لأسباب تقنية، وعملت قوة من الجيش على رفعها. عبرت دبابات تركية وفصائل من الجيش السوري الحر الحدود السورية في إطار عملية درع الفرات التي بدأتها القوات التركية بدعم من التحالف الدولي، وذلك بهدف تطهير الحدود من داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، كما قال الرئيس رجب طيب أردوغان. وبعد ساعات على انطلاق العملية، سيطر الجيش الحر على قرية كيكليجا التي تبعد 5 كيلومترات إلى الغرب من جرابلس و3 كيلومترات داخل الأراضي السورية. درع الفرات هو اسم العملية التي أطلقتها القوات التركية بدعم من التحالف الدولي ومشاركة الجيش السوري الحر لتطهير الحدود من المنظمات الإرهابية ودحر داعش من مدينة جرابلس في محافظة حلب عند الحدود مع تركيا. وبعدما دكت المدفعية التركية مواقع داعش في المدينة في الساعات الأولى من بدء العملية بالتزامن مع غارات مكثفة للتحالف الدولي، توغلت دبابات تركية وناقلات جند وكاسحات ألغام مع أكثر من 1000 مقاتل من فصائل الجيش الحر 3 كيلومترات داخل الأراضي السورية، وتمركزت قرب جرابلس تمهيدا لاقتحامها. نحن على مشارف مدينة جرابلس والمعركة قائمة لتحرير مدينة جرابلس من تنظيم داعش، والآن بداية المرحلة الأولى بالسيطرة على القرى المحيطة بمدينة جرابلس، وبعدها الانتقال للمرحلة الثانية لانتقال المعركة إلى مدينة جرابلس. الهجوم يشارك فيه أيضا ضباط وعناصر من القوات الخاصة التركية يهتمون بتقديم الدعم اللوجستي والاستشاري للجيش الحر. مصادر عسكرية تركية ذكرت أن العملية العسكرية أسفرت منذ انطلاقها عن إصابة أكثر من 80 هدفا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم التنظيمات الإرهابية بأنها تعمل مع النظام السوري لقتل الأبرياء، شارحا أهداف عملية درع الفرات. عند 4 من فجر الأربعاء بدأت قواتنا عمليات في شمال سوريا ضد الجماعات الإرهابية التي تهدد بلادنا مثل داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. إن الهجمات التي استهدفت قرانا الحدودية انطلاقا من سوريا أوصلتنا إلى نقطة نقول فيها إنه علينا أن نضع حدا لذلك. بدوره قال وزير الخارجية التركية مولود جويش أوغلو أن القوات التركية ستتصدى لوحدات الحماية الكردية إن لم تتراجع إلى شرق الفرات، مضيفا أن الغاية هي طرد داعش نحو الجنوب. وكانت وزارة الداخلية التركية كشفت أن عملية درع الفرات ستنتهي سريعا، وأعلنت إجلاء سكان بلدة قرقميش و6 قرى أخرى على الحدود التركية،
وأضافت أن تركيا لا يمكنها التغاضي عن كون أراضيها مهددة من قبل المنظمات الإرهابية. وفي الجانب الأمريكي، طمأن مسؤول أمريكي بارز أن الولايات المتحدة ستوفر غطاء جويا للعملية التركية ضد داعش في بلدة جرابلس، مضيفا أن واشنطن تنسق الخطط مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي. وفي حال السيطرة على جرابلس، يخسر تنظيم داعش آخر المدن التي تصله بالعالم الخارجي عبر الحدود السورية التركية، مع الإشارة إلى أن غالبية سكان المدينة هم من التركمان، يليهم العرب من حيث عدد السكان. رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالدعم الذي تقدمه تركيا والتحالف الدولي للجيش السوري الحر في معركة تحرير جرابلس من داعش. وأكد الائتلاف أن الوجود العسكري للتحالف مؤقت ومحدود، وأن هدفه تقديم الدعم اللوجستي، مشددا على أن مقاتلي الجيش الحر هم يتولون العمليات القتالية الميدانية. في المقابل، نددت وزارة خارجية النظام السوري بعبور دبابات ومدرعات تركية الحدود وما أسمته بالخرق السافر للسيادة السورية. وزعمت خارجية النظام أن محاربة الإرهاب ليست بطرد داعش وإحلال تنظيمات إرهابية أخرى مكانه، كما قالت. انطلاق هجوم درع الفرات تزامن مع وصول نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنقرة، حيث التقى رئيس البرلمان على أن يجري لاحقا محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة بن علي يلدريم. وقد استبق أردوغان لقاءه مع بايدن بالقول إنه ما من عذر يمنع واشنطن من تسليم أنقرة الداعية فتح الله جولن، والذي تتهمه تركيا بتدبير الانقلاب الفاشل في منتصف تموز الفائت. وأضاف أردوغان أن عدم تسليم جولن لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة. في غضون ذلك، نفذت شرطة مكافحة الإرهاب التركية حملات دهم استهدفت أعضاء داعش في عموم إسطنبول، واعتقلت عددا كبيرا من المشتبه بهم، كما جرح عنصرا من قوات الدرك التركية في انفجار استهدف مركبتهم العسكرية قرب مدينة أنطاليا السياحية جنوب البلاد. في النشرة بعد الفاصل، إطلاق الحملة الوطنية لاستعادة الجنسية. أهلا بكم من جديد. تدشين المكاتب الجديدة لمديرية الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي. ووزير المال علي حسن خليل يؤكد أن الثغرات التي كانت موجودة ستنتفي بعد أن كانت بعض الأبواب مشرعة أمام المخالفات. برعاية وزير المال علي حسن خليل، تم تدشين المكاتب الجديدة لمديرية الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي، والتي أقيمت بالتعاون بين وزارة الأشغال وإدارة الجمارك وشركة طيران الشرق الأوسط. خليل أكد أن كل الثغرات ستنتفي مع الانتقال إلى المبنى الجديد بعد أن كانت بعض الأبواب مشرعة أمام المخالفات، مؤكدا وجود إجراءات جديدة لتفعيل الرقابة ومحاسبة المخالفين. رغم الظروف السياسية المعقدة ورغم تعطيل عمل المؤسسات الدستورية الذي نشدد مجددا على الخروج منه، وعلى عدم الوقوع تكرارا في فخه بتعطيل آخر المؤسسات العاملة في لبنان، نقول أن هناك أمل لدى اللبنانيين عندما يرون أن التطوير في إدارة من الإدارات هو قائم بفعل إرادة القيمين والمسؤولين على هذا القطاع. أقول أننا في وزارة المالية سنرفع خلال 48 ساعة المقبلة مشروع موازنة سنة 2016 إلى الحكومة، وهذا ما يرتب على هذه الحكومة رغم المشاكل التي تعانيها أن تبادر فورا إلى عقد جلسات متلاحقة من أجل إقرار هذه الموازنة في المواقيت الدستورية المحددة ليتسنى لنا إقرارها بأي شكل دستوري يسمح لنا. بدوره، شدد زايتر على توفير كل التقنيات لمراقبة وكشف كل ما هو غير مشروع لتهريبه أو إدخاله إلى لبنان. نحن بدأنا بسور المطار، أعطينا أمر المباشرة، بدأنا بموضوع الحقائب أيضا والكشف عليها، وسنستمر في توفير التجهيزات الأمنية التي كانت مطلوبة. نأمل أن نحد مستقبلا وفي المستقبل القريب
من كل العمليات غير المشروعة في مطار رفيق الحريري وفي كل المرافق أو المواقع الحدودية اللبنانية برا وبحرا وجوا أيضا. ونوه الحاضرون بأهمية هذا المشروع في تفعيل عمل إدارة الجمارك في المطار وتأمين المتطلبات ليتلائم المطار مع ظروف الشحن الدولي. باسيل يطلق الحملة الوطنية لاستعادة الجنسية والمشنوق، يعتبرها خطوة أولى في مسار طويل. استعادة الجنسية اللبنانية حملة وطنية أطلقها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مقر الوزارة بحضور شخصيات سياسية ودينية. باسيل أكد أن المشروع لا يمكن إنجازه بلا ورشة وطنية تشمل الجميع، لافتا إلى أن كل شخص من أصل لبناني يجب أن يحصل على الجنسية اللبنانية بغض النظر عن طائفته. احنا ما بدنا تجنيس جيراننا أعزائنا السوريين والفلسطينيين يلي هن هون، نحن بدنا تجنيس أولادنا وأخوتنا وأهلنا اللبنانيين يلي هن هونيك. فهالحملة هيدي مثل ما قلنا هي حق للبنانيين، ولكن أصبحت واجب علينا، واجب على الدولة اللبنانية كيف تطبق القانون، وهون التحدي الأكبر. من جهته أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أن الحملة الوطنية لاستعادة الجنسية هي خطوة أولى في مسار طويل. طلع نقدر بالداخلية يعني نتابع الجهد الكبير اللي عم بيقوموا فيه بوزارة الخارجية، بس بدي أكد أنه كل دواخل الداخلية المعنية بالتأكيد رح تكون جاهزة وراغبة بأن تتابع هذا الجهد ليوصل لنتيجته المرجوة. فرحة كبيرة أنه نجاح اللبنانيين بالخارج يصيبنا، فرحة أكبر أنه نشوفهم بالبلد هون ونشوفهم حاميين جنسيتهم القديمة بيفتخروا فيها. هذه الحملة جاءت بعد عمل مشترك قامت به وزارات الخارجية والداخلية والعدل. استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وفدا من تجار ومخاتير بعلبك الهرمل برئاسة المفتي خالد الصلح، شكره على وضع الخطة الأمنية في محافظة بعلبك والجهود المبذولة لحفظ الأمن. كما ناقش الوفد مع وزير الداخلية قضايا مختلفة تتعلق بمحافظة بعلبك الهرمل. تمنينا على معاليه أن يكثر من زيارات المنطقة، وذلك ليشعر الناس هناك بالأمن والاطمئنان، وخصوصا ما رافق زياراته السابقة من جو من الارتياح لدى أهلنا. كما تمنينا على معاليه أيضا شيء من الاستمرار في دعم القوى الأمنية الموجودة على الأرض لتنفيذ القطة الأمنية المنشودة التي يتمناها كل مواطن. بعد أن أدخل كل من محمد أحمد مصطفى وزوجته سهيلة خالد مرعب وأولادهما أحمد وخالد ومصباح مساء أمس إلى مستشفى اليوسف الطبي في حلبة وهم مصابون بتسمم غذائي، بوشرت التحقيقات من قبل وزارة الصحة لمعرفة مسببات التسمم على أن يتم أخذ عينات من الأطعمة التي تناولتها العائلة لفحصها ولكي يبنى على الشيء مقتضاه. قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إنه من خلال عملية تفتيش دقيقة تمكن عناصر سجن القبة طرابلس في وحدة الدرك الإقليمي من ضبط حذاء رياضي يحتوي على حوالي 33 جراما من حشيشة الكيف، كان شقيقان سين جين وحاجين لبنانيان ينويان إدخالها إلى أحد السجناء، وقد أوقف المذكوران والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص. تتابعونا في النشرة بعد الفاصل. إحباط هجوم إرهابي على مسجد في القطيف ومقتل المهاجم. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. سلام يؤكد انعقاد جلسة الحكومة غدا. بري يؤكد لسلام حضور وزرائه جلسة الغد. قوات تركية وفصائل من الجيش الحر تتوغل في الأراضي السورية.
أحبطت السلطات الأمنية السعودية هجوما إرهابيا على مسجد في قرية أم الحمام في حي المصطفى في محافظة القطيف مساء الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل المهاجم خلال تبادل لإطلاق النار. كما اعتقلت الجهات الأمنية إرهابيا آخر عند أحدى محطات الوقود القريبة من البلدة، فيما يتوقع أن تصدر وزارة الداخلية بيانا تفصيليا بشأن الحادثة خلال الساعات القليلة المقبلة. قال زعيم ميليشيا أبو فضل العباس أوس الخفاجي إن لميليشيات الحشد الشعبي الطائفي ثأرا مع السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان. وقال الخفاجي في لقاء تلفزيوني إنه إذا اغتيل السبهان فهذا شرف يدعيه الجميع، زاعما أن عداء الشعب العراقي له واضح. جاءت هذه التصريحات بعد أيام على كشف مخطط لاغتيال السفير السعودي لدى العراق من قبل مجموعات تابعة لميليشيات الحشد الشعبي الطائفية والموالية لإيران، خصوصا بعد اعتراف أحد أعضاء مجموعة تابعة لكتائب خراسان بأن مخطط الاغتيال تم تدبيره من قبل ضابط في الاستخبارات الإيرانية. تصدت المعارضة السورية لمحاولة تقدم كتائب الأسد على محور تلة الجمعيات بريف حلب الجنوبي، فيما تواصلت الغارات الروسية الأسدية على حمص ودرية في ريف دمشق وحماة. بعد إعلانها البدء بمعركة تهدف إلى السيطرة على تلة أم القرع الاستراتيجية المطلة على الطريق الواصل بين بلدة خان طومان وحي الراموسة بحلب بهدف تأمين طريق إمداد الثوار إلى المدينة، تصدى الثوار لمحاولة تقدم كتائب الأسد على محور تلة الجمعيات بريف حلب الجنوبي، وقتلت وجرحت ضباط وجنود تابعين لكتائب الأسد وعدد من ميليشياته. إلى ذلك تدور اشتباكات عنيفة في محيط الكلية الفنية الجوية وعدة نقاط أخرى في محيط طريق الراموسة، تزامنا مع قصف عنيف من الطيران الروسي وطيران النظام وقذائف المدفعية التي تستهدف مناطق الاشتباك غربي حلب. الله أكبر الله أكبر. وفي حمص أقدم الطيران الحربي الروسي فجر اليوم على قصف ريف المدينة الشمالية المحاصر باستخدام القنابل الفسفورية، ما أدى إلى نشوب حرائق وسقوط أعداد كبيرة من الجرحى من المدنيين بينهم أطفال، في وقت استهدف الطيران الحربي الأسدي قريتي الفرحانية الشرقية وأم شرشوح ومناطق في حي الوعد. درية في ريف العاصمة شهدت أيضا اشتباكات عنيفة بين كتائب الأسد والمعارضة السورية التي خسرت 2 من مقاتليها خلال صدها هجوما من قوات النظام على المدينة، كما واصلت طائرات النظام قصفها بالبراميل المتفجرة والنابالم الحارق على الأحياء السكنية وما تبقى من أراض زراعية داخل المدينة، ما تسبب في اندلاع حرائق وإتلاف محاصيل كانت تسد جانبا من احتياجات المدنيين داخل المدينة التي تحاصرها قوات النظام منذ قرابة 4 سنوات. وفي حماة اغتال الثوار ضابطا بالأمن العسكري التابع لكتائب الأسد بعبوة ناسفة بضاحية الأمين بالمدينة، في وقت تعرضت مناطق في بلدة كفر زيتا بريف حماة الشمالي لقصف من قبل النظام، في حين قصفت المعارضة السورية مناطق في بلدة سلحب بريف حماة الغربي والخاضعة لسيطرة قوات النظام، ما أدى لأضرار مادية. باتت القوات العراقية المشتركة تسيطر على 90% من بلدة القيارة بعدما حررت المجمع الحكومي ورفع العلم العراقي فوق مبنى المجمع ومديرية الشرطة فيها. وتكمن أهمية السيطرة على القيارة كونها مفتاح معركة تحرير الموصل، وتقترب القوات العراقية والكردية تدريجيا من مدينة الموصل بدعم جوي وبري من التحالف الدولي، حيث يشق الجيش العراقي طريقه عبر نهر دجلة وأمامه 60 كيلومترا ليصل إلى مشارف الموصل. يبحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في جدة اليوم وغدا الأزمة اليمنية مع نظيريهم الأمريكي جون كيري والبريطاني بوريس جونسون، إضافة إلى الموفد الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وفي الميدان اليمني قتل 24 حوثيا خلال معارك تعز بين الانقلابيين وقوات الشرعية. الله أكبر.
معارك مستمرة تشهدها مدينة تعز وسط اليمن بين جماعة أنصار الله الحوثي وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من جهة والجيش والقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أسقطت عدد من القتلى والجرحى من الحوثيين وقوات صالح. في غضون ذلك قتل طفلان وجرح 6 أشخاص في القصف المدفعي من قبل الحوثيين وقوات صالح على المناطق السكنية في وسط تعز. إلى ذلك اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية التابعة لقوات التحالف العربي في مأرب وسط اليمن صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثيين باتجاه مواقع الجيش والمقاومة في المدينة، وهو الصاروخ الثاني الذي تطلقه الميليشيات خلال 12 ساعة على مأرب. سياسيا تشهد مدينة جدة على مدار يومين سلسلة اجتماعات هامة تضم وزراء خارجية الدول الخليجية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لمناقشة الأزمة اليمنية، كما وستشارك روسيا ممثلة بنائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف الذي أكد في لقاءاته مع مسؤولين يمنيين استمرار دعم موسكو لشرعية الرئيس هادي واعتبار الخطوات التي أقدم عليها الانقلابيون في صنعاء انفرادية ولا تعترف بها موسكو. وبحسب مسؤولين يمنيين فإن المجتمعين ربما يلوحون باتخاذ إجراءات عقابية دولية إذا رفض الانقلابيون قبول خطة السلام الأممية. إلى ذلك يصل وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى مدينة جدة في السعودية في إطار جولة خارجية بدأها مطلع الأسبوع، ويبحث الوزير في زيارته التي تستغرق يومين الأزمة في اليمن والحرب في سوريا والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، كما ويلتقي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية البريطانية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. في أستراليا قتلت شابة بريطانية وأصيب بريطاني بجروح خطيرة عندما أقدم شاب فرنسي على طعنهما داخل منزل صغير شمال البلاد، كما أصيب شخص ثالث بجروح طفيفة في عملية الطعن التي ترجح الشرطة أنها مرتبطة بالتطرف وفقا لما تبين من الاعترافات التي أدلى بها المعتدي بعد اعتقاله. قتل 37 شخصا وجرح آخرون حين ضرب زلزال بقوة 6.2 وسط إيطاليا وتلته سلسلة هزات ارتدادية. وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 10 كيلومترات من منطقة تبعد 150 كيلومترا عن روما، وقد أدى أيضا إلى انهيار عدد كبير من المباني في وقت أبدت روسيا استعدادها لمساعدة إيطاليا في إزالة آثار الزلزال. أحرزت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون أكبر تقدم لها في استطلاعات الرأي في مواجهة منافسها الجمهوري دونالد ترامب، حيث تقدمت عليه بفارق 12 نقطة مئوية وهو أقوى أداء لها هذا الشهر. وأظهر الاستطلاع أن 45% من الناخبين المحتملين يؤيدون كلينتون مقابل 33 لترامب. وأشار الاستطلاع إلى أن نحو 22% من الناخبين الذين قد يدلون بأصواتهم لا يؤيدوا أي من المرشحين. أجرت كوريا الشمالية تجربة لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة قبالة ساحلها الشرقي، وهو قطع 480 كيلومترا قبل أن يسقط في بحر اليابان. هذه التجربة التي تزامنت مع المناورات المشتركة بين واشنطن وسيول اعتبر رئيس الوزراء الياباني أنها تشكل تهديدا لأمن اليابان، مشيرا إلى أن حكومته قدمت احتجاجا شديد اللهجة ضد بيونغ يانغ. في الاقتصاد بعد الفاصل، السعودية ستطرح على قمة العشرين خطة تشمل أنفاقا اتفاقا بسبعين مليار دولار. أهلا بكم من جديد، ونصل إلى النشرة الاقتصادية مع باسل خطيب. مرحبا باسل، إن شاء الله تكون أخبار الاقتصاد أفضل شوي من السياسة. يعني نتأمل، ما فينا غير ما نتأمل. منتابع معك، تفضل. شكرا هنادي، أهلا بكم. هبطت الأسهم التركية أكثر من 2% في الوقت الذي تراجعت فيه الليرة أمام الدولار مع إطلاق القوات التركية عملية في شمال سوريا على طول الحدود مع البلاد، وهبط المؤشر الرئيسي 2.4% إلى 75500 نقطة في التعاملات المبكرة، وبلغ سعر العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية 2.96 ليرة للدولار. وقال أحد المصرفيين أن زيادة المخاطر الجيوسياسية إضافة إلى الأخبار بشأن العملية على بلدة جرابلس كانت سببا في زيادة وتيرة خسارة الليرة التركية لقيمتها. وبناء على الأخبار قد يستمر تراجع الليرة التركية باتجاه
2.97 ليرة للدولار الأمريكي الواحد. قالت وسائل إعلام سعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيناقش نهج المملكة الرامي إلى تقليص الاعتماد على صادرات النفط خلال زيارته للصين واليابان في الجولة التي تبدأ الأسبوع المقبل. وفي نيسان أبريل دشن الأمير محمد بن سلمان سلسلة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تنمية القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية وجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات. ومن المتوقع أن تلعب بنوك صينية ويابانية أدوارا كبرى في هذا الإطار. وقال مصدر سعودي على دراية بالرحلة إن الأمير محمد بن سلمان سيطرح على قمة العشرين خطته الاقتصادية التي تتضمن إنفاقا حكوميا بقيمة 270 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 72 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على مشروعات لتنويع اقتصاد البلاد. وسيناقش المسؤولون السعوديون اتفاقيات التعاون في مجال الطاقة مع الصين واليابان، ومن بينها خطة للتعاون مع الصين في تخزين النفط الخام حسب ما قال مجلس الوزراء السعودي هذا الأسبوع. إلى ذلك قال وزير الطاقة الإندونيسي المؤقت إن عملاق النفط أرامكو السعودية قد تخفض حصتها إلى 30% من 45% في مشروع توسعة مصفات سيلاكاب البالغة قيمته 5.5 مليار دولار أمريكي. وامتنعت أرامكو عن التعليق فيما قال متحدث باسم بيترامينا إنه لا يمكنه الإدلاء بتعليق على الفور. وتأمل إندونيسيا في التوصل لاتفاق رسمي حول المشروع المشترك وتفاصيل أخرى خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للبلاد في تشرين الأول المقبل. وفي ظل توقعاتها بنمو الطلب على النفط تسعى أرامكو لزيادة استثماراتها في قطاع تكرير النفط وقطاع البتروكيماويات في إندونيسيا ضمن خطة أكبر للتوسع في الصين والهند وفيتنام والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يؤدي تطوير مصفات سيلاكاب إلى زيادة طاقتها التكريرية إلى 370 ألف برميل يوميا من 348 ألف حاليا. ومن المقرر استكمال المشروع بنهاية العام 2022. ومن أخبار النفط إلى عالم السيارات، حيث توصلت فولكسفاجن واثنان من موردي المكونات إلى تسوية بخصوص نزاع أثر على الإنتاج في أكثر من نصف مصانع شركة السيارات الألمانية وهدد بتقويض تعافيها من فضيحة أزمة الانبعاثات. وقد هدد النزاع ربحية فولكسفاجن بعد فضيحة الغش في اختبارات انبعاثات الديزل العام الماضي، وكان من الممكن أن يلحق الضرر بالمئات من مورديها الآخرين. وكانت شركتا التوريد تطالبان بتعويضات عن فقدان إيرادات قالتا إنها بعشرات الملايين من اليورو بعد أن ألغت فولكسفاجن عقدا. وأثر النزاع على نحو 28 ألف عامل بستة من المصانع العشرة لفولكسفاجن في ألمانيا يوم الاثنين، عندما أوقفت شركة صناعة السيارات إنتاج سيارتيها الأعلى مبيعا جولف وباسات وتجميع المحركات وأنظمة العوادم. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء. وفي الرياضة بعد الفاصل، الويلزي جارث بايل يتوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع ريال مدريد حتى العام 2021. أهلا بكم من جديد، ونصر إلى النشرة الرياضية مع صبحة ابني. مرحبا صبحة. مرحبا هنادي. تفضل. شكرا. مرحبا مشاهدينا، بنبدأ الأخبار الرياضية لليوم من الرياضة العربية. وليلة تاريخية عاشتها الأردن بعودة البطل الأولمبي أحمد أبو غوش إلى أرض الوطن، ومعه الميدالية الذهبية التاريخية يلي حصل عليها بأولمبياد ريو دي جانيرو، مسجلا أرفع إنجاز بمسيرة الرياضة الأردنية. كان ناطره للبطل الأردني الأولمبي أحمد أبو غوش استقبال تاريخي من وقت ما طل من بوابة الوطن، وعلى صدره كانت عم تلمع الميدالية الأولمبية التاريخية اللي رجع فيها من أولمبياد ريو وسجل أرفع إنجاز تاريخي بمسيرة الرياضة الأردنية عبر التاريخ.
واستقبل أبو غوش لحظة إطلالته بهيبة البطل من الطيارة الأمير الحسن بن طلال الأب الروحي لرياضة التايكواندو ورئيس المجلس الأعلى لرياضات الدفاع عن النفس والأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية والأمير راشد بن الحسن رئيس الاتحاد الأردني وعائلة اللاعب أبو غوش ومدربه فارس العسيف. ودخل الأمير راشد الصالة برفقة البطل أحمد أبو غوش ومدربه العسيف مع أهازيج جماهيرية كانت عم تهتف للأمير وللبطل وللعسيف. شعور بتقدر تعكسه على الناس اللي شايفها هون، يعني اذا الناس كلها هاي فرحانه وكلها جاي عشاني هاي وكلها مبسوطه، فحالك بتقدر تخمن شعور، الشعور بصراحه رائع جدا انك تحس حالك انت مفرح ناس كثير بالبلد هون. وبلش الحفل بعد شيء بعزف للسلام الملكي وكلمة ترحيبية أشادت بيلي حققه البطل مع هتافات جماهيرية لأبو غوش ومدربه. وقدم المطرب الأردني نجم السلمان فاصل من الأغاني الوطنية قبل ما ينزل أبو غوش والعساف لأرض الصالة وكانوا الجماهير كلهم ناطرينه. وأيضا وزعت قوات الدرك يلي بينتسب لها اللاعب أبو غوش الحلو على الجماهير الحاضرة وهذا الإنجاز يلي صار ليلة تاريخية ما رح ينسيها أبدا الجمهور الأردني وعشتها الجماهير الأردنية وهي عم تحتفي بالبطل أبو غوش يلي أعلن عن فجر جديد بتاريخ الرياضة الأردني. بأبرز أخبار الانتقالات بأوروبا منتابع نحن وياكم هالتقرير وأهم توصل الويلزي جارس بيل لاتفاق مع نادي ريال مدريد لتجديد عقده حتى العام 2021. كشف التقرير صحفي إسباني عن تفاصيل تجديد الويلزي جاريث بيل لعقده مع نادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة. وتوصلت إدارة الميرينجي لاتفاق جديد مع بيل حتى عام 2021 ورح يحصل على راتب سنوي بقيمة 10 مليون يورو وبعادل بهالشي قيمة تعاقد بيل مع الكابتن سيرجيو راموس، بس بيجوا اثنيناتهم ورا كريستيانو رونالدو صاحب الراتب الأعلى بالنادي. أكد دول الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد أنه بيستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب بأوروبا نظرا للي قدمه الموسم الماضي من أداء كتير عالي. وسجل غريزمان 22 هدف بالليغا وتوج هداف لكأس أمم الأوروبية برصيد 6 أهداف وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا قدام ريال مدريد بركلات الترجيح ونهائي اليورو قدام البرتغال. بيشعر نادي جوفنتوس بتفاؤل بخصوص إمكانية ضم إيسكو من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو. وقالت جريدة أس الرياضية الإسبانية أن المستوى الطيب اللي عم بيبين فيه ماركو أسانسيو خلال فترة الأعداد وكونه صار الخيار المفضل للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان عم بيشجع النادي الإيطالي على محاولة ضم إيسكو. وبالنهاية مش صعب أبدا أنه ريال يقبل بالعرض المقدم للنادي الإيطالي ويلي بيبلغ 40 مليون يورو. عم بيستعد جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ليتخلص من لاعب جديد قبل ما يتسكر باب الانتقالات. وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أنه فيل جونز مدافع مانشستر بيت قريب كتير أنه يفل عن صفوف الشياطين الحمر والهيئة رح ينتقل لفريق ستوك سيتي. أعرب حارس مرمى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي جو هارت عن غضبه الكبير من بعد ما قرر الفريق أنه يخلي مصيره مظلم بوقت عم بيشتغل الحارس الإنجليزي أنه يلاقي فريق قبل ما يتسكر باب الانتقالات بنهاية الشهر الحالي. وكان مانشستر سيتي ضم حارس مرمى برشلونة كلاوديو برافو بوقت ما سمح السيتي لهارت أنه يلاقي فريق جديد بوقت سابق. وبآخر خبر، مبيع حذاء العداء الأسرع بالعالم الجامايكي يوسين بولت مقابل 16 ألف يورو بمزاد صار على الإنترنت. وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أنه بولت استخدم الحذاء بسباق 100 متر ضمن البطولة العالمية ببكين عام 2015 يلي فاز فيها بالميدالية الذهبية بجانب ذهبيتين بسباق 200 متر وأربعة ضرب 100 متر. وقدر الحذاء وقدر الحذاء ب 8000 يورو على موقع المزادات على الانترنت. وهو طبعا بولت يلي فاز بالاولمبياد ريو دي جانيرو بثلاث ذهبيات ليكون اول عداء بحقق هالشي بثلاث دورات اولمبيه متتاليه. هذا كان كل شيء بالرياضه، شكرا لكم والى اللقاء. وفي ختام النشره نذكركم بالعناوين. سنبقى حراسا لهذا الهيكل، سنبقى في موقع محافظتنا على هذه الأمانة بكل ما أعطانا الله من قوة. سلام يؤكد انعقاد جلسة الحكومة غدا ويقول نحن وسط أزمة سياسية مستفحلة وعلى الجميع وعي المخاطر التي تواجهنا. قررنا حضور جلسة مجلس الوزراء غدا بصرف النظر عن موقف أي تكتل سياسي آخر.
مواقف تشدد على ضرورة عدم شل عمل مجلس الوزراء، وبري يؤكد أن وجود الحكومة أفضل من عدمه. قوات تركية وفصائل من الجيش الحر تتوغل في الأراضي السورية ضمن عملية درع الفرات لطرد داعش من جرابلس. وكان في الاقتصاد تراجع الليرة التركية أمام الدولار أكثر من 2%. وتابعنا في الرياضة، الأردن تحتفل بعودة البطل الأولمبي أحمد أبو غوش بعد إحرازه ميدالية ذهبية تاريخية. أشكركم على المتابعة، في أمان الله. We'll be right back.